تعتبر الفنانة إليسا من أكثر الشخصيات الفنية اللي عم يدعموا الانتفاضة الشعبية اللي عم يقودها اللبنانيين بوجه الفساد. وعلى الرغم من أنها كانت متواجدة بمصر، إلا أننا شفنا قدي دعمت هالانتفاضة عبر تويتر، وبمجرد ما وصلت على لبنان توجهت إلى ساحة الشهداء للطالب بحقها كأي مواطنة لبنانية. والجديد كان إلى هالحديث معها. اليوم العالم إليسا عم يسأله، تخلت إليسا عن حزب القوات اللبنانية، حتى عن الدكتور سمير جعجع أيضا. أنا بلتقي بأفكار كتير مع حزب القوات اللبنانية، بس اليوم بدي حاسب الكل، لأنه كل الموجودين بالسلطة موجودين على الفساد، وبس يتحاسبوا البريء رح نعتذر منه ونلاقيه منه سارق نعتذر منه، والباقي بدهم يتحاسب. لقيتي على تويت لسمحت السيد حسن نصر الله قال انه نحن من واجبنا نحمي لبنان ايضا من الداخل، قلتي من مين؟ من مين بده يحمي السيد حسن؟ انا بحترمه ومع اللي عمله للجنوب، بس اللي عم بيصير لقلب الشعب اللبناني وللشارع اللبناني انا ضده. اول طلب لك اليوم؟ طلبات العالم، طلبات العالم، حكومة مستقلة، انتخابات نيابية مبكرة، هول أهم شيء. الشباب لن